السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ نعم تجوز قراءة القرآن بدون وضوء. لحديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران ثم توضأ. نعم نعم هل يجوز قراءة القرآن على جنابة من الموبايل؟ تجوز للحديث السابق. أما حديث علي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة فلا يصح. أنا قلت لا يجوز، قل لك يجوز لحديث كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه. أما حديث علي، كان رسول الله لا يحجبه شيء عن القرآن إلا الجنابة، لا يصح. لا أبدا. الله يكرمك.